صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبك الاثنين، أول يوم في هذا الأسبوع. إن شاء الله يكون بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي نحقق فيه اللي خططنا أن إحنا نحققها في هذا الأسبوع. إحنا دائما في برنامجكم برنامج صحة وسعادة نتكلم عن أهمية التخطيط، إن شو نبغى نسوي، شو مخططاتنا، شو طموحاتنا، شو هي المهام اللي نبغى ننفذها، لأن التخطيط يجعل حياتنا أفضل ويساعدنا على تحقيق أهدافنا بشكل أفضل. ما شاء الله الأيام تركض مثل ما يقولون، وما بقى شيء على رمضان، نهاية هالشهر إن شاء الله أو بداية شهر 4 بيكون شهر رمضان الكريم، فإن شاء الله كنا نكون مستعدين لهذا الشهر، مو بس نشتري نمير رمضاني ونكوت كستر وجيلي، لا، نستعد لرمضان نفسيا وروحيا، نراجع في نفسنا، علاقاتنا، نراجع في قرارات أخذناها في حياتنا. ترى رمضان فرصة جميلة جدا عشان إحنا يعني مثل ما يقولون ننفض حياتنا كلها، يعني نشيل منها السلبي ونفكر بطريقة إيجابية أكثر، ندخل فيها ناس إيجابيين، بناخذ فيها قرارات إيجابية سواء تخص صحتنا تخص حياتنا. ودائما إحنا نقول عن موضوع رمضان وكيف إنه يؤثر إيجابيا على صحتنا، بشرط طبعا إحنا نكون مجهزين لرمضان بطريقة صحية. وشفتوني قلت صحي وسعادة وإيجابية، فأكيد برنامجكم صحة وسعادة يطلع عليكم كل يوم من هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي، نطلع عليكم من الأثنين إلى الجمعة، نطرح عليكم كافة المواضيع الصحية اللي تهمكم، ونستضيف ضيوف رائعين يناقشون معاكم المواضيع الطبية الساخنة مثل ما نقول على الساحة. وأكيد دائما يكون عندنا جديد السوشيال ميديا مع أسماء الجناحي وفقرة التغذية اللي وايد من يترياها، لأن مواضيع التغذية تهم الجميع. ودائما نقول إحنا طبعا المعدة بيت الداء، في الدين الإسلامي هالمقولة موجودة، فنحن دائما نركز على موضوع التغذية وكيف ممكن نستفيد من العناصر الغذائية المختلفة عشان نكون بصحة وسعادة. نبتدي أول شيء بالخبر أو الدراسة. هذا يعني هذا خبر قريب إلى قلبي، لماذا نحتاج إلى النوم العميق؟ أنا أقدس النوم جدا، أحسه يعني شيء جدا جميل، ويجب أن نحصل على قسط كافي من النوم الجيد، أنا ما بقول بعد جيد، الممتاز، عشان نقدر نؤدي أفضل خلال اليوم. فالدراسة تقول أو الخبر، لماذا نحتاج إلى النوم العميق؟ طبعا النوم العميق هو مرحلة من مراحل النوم التي تقل فيها حركة العين ويتباطأ نشاط الدماغ. إذا استيقظ الشخص أثناء هذه مرحلة النوم العميق يشعر بالدوار أو الارتباك أو الصداع. وبحسب دراسة حديثة فإن الإنسان يحتاج إلى النوم العميق بالنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 23% من إجمالي ساعات النوم. ويعتبر الشعور بالتعب أثناء النهار أو الحاجة إلى الكثير من الكافيين للتغلب على التعب، هل شيئين يعتبرون علامة على أنك لا تحصل على إجمالي النوم الذي تحتاجه، وخصوصا النوم العميق. وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلد Communications Biology، تفيد نتائج الدراسة بأن خلال النوم العميق يكون ضغط الدم منخفضا وثابتا، مما يسهل على الجسم إصلاح الخلايا، وتعمل فترات النوم العميق أيضا على تقوية جهاز المناعة. يمكن الحصول على النوم العميق هذا اللي فيها كل هذه الفوائد بعدة طرق. مثل الدراسة يعني حط لكم بعض الحيل الصغيرة. أولا التنفس العميق قبل النوم لتهدئة الجسم وتخفيض ضغط الدم، يعني تروحون ترقدون وانتم معصبين. مراقبة كمية الكافيين خلال اليوم، أنا عن نفسي أشرب كافيين قبل ما أرقد ينظم نومي، ما كيف ما أدري، بس الناس اللي الكافيين يعني عنده حساسية من الكافيين أو الكافيين ما يخلي ترقد، دائما يفضل دائما نقول آخر كوب من القهوة يكون أو أي مشروب فيه كافيين 5 العصر يكون. احنا يعني ننسى احيانا ان حتى الشاي فيه نسبة من الكافيين، الشوكولات فيه نسبة من الكافيين، فيجب ان ننتبه لمعدل الكافيين نستهلكة اذا كان كافيين منعنا من النوم. طبعا الذهاب الى الفراش في وقت ابكر قليلا من موعد النوم، الغرض منه طبعا تتهيأ، يكون جو الغرفة مظلم شوية، درجة الحرارة مناسبة، تكون تلابس البيجامة ونايم في السرير، يعني تتهيأ للنوم. تناول مكملات الميلاتونين قبل موعد النوم بساعتين إذا كنت تعاني من الأرق. هالمكملات آمنة موجودة على يعني من غير وصفة طبية في الصيدليات وغيرها، وما تسبب النوم، هذه فكرة خاطئة. الميلاتونين ما يخليك تنام،
الميلاتونين مادة طبيعية تفرز في جسمنا عندما يحين الليل ويحين وقت النوم، تساعد الجسم على الاسترخاء، لكن لازم يجب أن تكون أنت مستعد للاسترخاء عشان تأخذ الميلاتونين عشان يأثر فيك. وأنا بقولكم عن الميلاتونين إن شاء الله إذا كان في بعض من خاص فقط السوشيال ميديا في مجال بكلمكم عنه. تعتيم غرفة النوم جيدا، مفروض غرفة النوم تكون مظلمة ما فيها على قولتنا بالعامية الأباجورة، مفروض ما تكون شغالة فيها. استخدام قناع العينين أنا أحبه جدا، وايد يساعد على النوم العميق. إبعاد الشاشات والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بوقت كاف، وممارسة بعض الحركة البدنية أثناء النهار. طبعا لما نتعب يساعدنا على أن ننام أكثر أو أفضل. أنا ما راح أطول على أسماء، أسماء الجناح طبعا بتخبرنا مستجدات وسائل التواصل، وإذا في وقت بعدها بنتكلم عن موضوع الميلاتونين. صباح الورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. حياك الله يا أسماء، ما هو جديد السوشيال ميديا لليوم؟ ناخذ تقريبا جوله في الاشياء اللي حطها في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها نحن مستمرين في نشر الوعي حول الكلى وزراعه الاعضاء، كذلك في كل حسابات هيئه الصحه دبي، وايضا مجموعه من حسابات الجامعه محمد براشد الصحيه، ميدي كلينك والجريده. تقريبا نصيحتنا كانت اخر نصيحه اعطيناها اللي كانت يوم الجمعه، كانت تتكلم عن حقائق حول زراعة الكلى في دبي. واحد يمكن أن يكون المتبرع من سواء كان من متبرع حي أو ميت. وثاني شيء، أكثر الأعضاء زراعة في العالم، لكن في الوقت نفسه هناك نقص عالمي في زراعة الكلى. تساعد زراعة الكلى على الاستغناء عن غسيل الكلى، عن غسيل الكلى، وهذا غسيل الكلى معروف انه وايد متعب للي غسل الكلى، اللي عندهم حد يغسل الكلى بيعرفون الشعور والتعب اللي هو يحس فيه. وايضا مو بس يعني يساعد في الاستغناء عن غسيل الكلى، ايضا يساهم في تحسين جودة حياة المريض، يقدر يظهر، يقدر يستانس، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها في يوم الطبيب الاماراتي، كنا حاطين فيديو جميل اطبائنا وكنا نباركهم بهذا اليوم. وايضا رسالتنا الصباحيه، اعتذر اعطيك وقت دكتوره تكلمين عن موضوع النوم، يعني النوم وايد مهم. صحيح. نقول خصص في بدايه الاسبوع 15 دقيقه لتخطيط مهامك لهذا الاسبوع. كلما كانت مهامك منظمه كلما كان العمل أوضح وأسرع إنجازا، ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. وشكرا لك تعطيني دقيقة ونص عشان أتكلم عن الميلاتونين العلاقة بالنوم. طبعا نرد لموضوع النوم والميلاتونين. وايد من الناس يعرفون مادة الميلاتونين أو أقراص الميلاتونين الموجودة في الصيدليات والجمعيات وغيرها، لما يكونوا مسافرين ساعات طويلة من دول تختلف فيها فروقات، يعني يكون فرق التوقيت فيها كبير، مثلا من الناس التي من أمريكا لين الإمارات، طبعا يكون فرق التوقيت كبير جدا، عندنا نهار عندهم ليل، فيلاقون صعوبة أول يومين اللي يسمونه بالإنجليزي الجيت لاج، يلاقون صعوبة بأنهم يردون نمط النوم الطبيعي. وطبعا لو نمط النوم الطبيعي ما قدرنا احنا الرجعة، صعب جدا نكمل حياتنا، يعني نعيش حياتنا العادية، نروح الشغل، نطلع، نقضي أشغالنا، يكون صعب جدا لأن نمط النوم ما يكون تغير. يعني وقت الليل عادة الناس تنش في الليل، تكون واعية في الليل وترقد في النهار، لأن بعدها في التوقيت اللي تابع للبلد اللي هم جايين منه. الميلاتونين احنا دائما ننصح المرضى، الناس اللي يعني مسافرين من بلاد فيها فروق توقيت كبيرة، انهم ياخذون ميلاتونين قبل النوم على الاقل ساعتين ثلاث ساعات. لكن يجب بعد ما تاخذ الميلاتونين انت تتهيأ للنوم نفسيا. شو يعني؟ يعني ما تتم على الاجهزة اللوحية فترة طويلة، تلبس ثياب مريحة، تبدأ يعني تخفف الاضاءة في الغرفة اللي انت قاعد فيها، ما تروح على السرير لكن مثلا حتى في الصالة تخفف الاضاءة شوي شوي، تخلي الجو هدوء، تكون متعشي عشاء خفيف من وقت، تتهيأ للنوم. إذا أنت ما تهيأت للنوم، مثل ما قلت أنا الميلاتونين ليست مادة منومة، بالتالي ما رح يساعدك، ما رح يخليك تنام.
فوايد من استخدم ميلاتونين دول مصفت منه ما خلاني انام في الليل، لان هي مش ماده منومه، هي ماده امنه تماما تفرز من الغده الصنوبريه في جسمنا ومسؤوله عن تهيئه الجسم عشان ينام. فهذه الطريقه الصحيحه لاخذ الميلاتونين في حاله انتم كنتوا ناس تعانون من صعوبات النوم او مسافرين. لكن دائما اقول صعوبه النوم ليست شيء طبيعي، اذا تعاني من صعوبات نوم تشوف طبيب الاسره يحولك لعياده النوم. خلينا نشوف ما هي المشكله اللي تمنعك من النوم. احنا نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل فقط التغذيه المفضله عند الكثير منكم، الفوائد الصحيه للتوابل والاعشاب. يا سلام انا احب التوابل والاعشاب، بسمع معاكم ما هي الفوائد الصحيه للتوابل والاعشاب بعد الفاصل. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنت أقول لكم قبل الفاصل، فقرة التغذية اليوم بتكون عن الفوائد الصحية للتوابل والأعشاب. وطبعا التوابل والأعشاب المواد التي لا يكاد يخلو منها أي بيت لاستخدامها في الكثير من الأطعمة بسبب ما تمنحه من مذاق مختلف ومتنوع. كمان الأعشاب والتوابل لها العديد من الفوائد الصحية للجسم. في فقرة التغذية اليوم نتعرف على هذه الفوائد الصحية. يسرنا تكون معنا عن طريق الهاتف الأستاذة عائشة القمزي، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة عائشة. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير، شو أخباركم؟ الحمد لله وصباح الورد وحياك الله في صحة وسعادة. الله يحييك. اليوم طبعا مثل ما ذكرتي بنتكلم عن البهارات، وهي مجموعة من الأعشاب والتوابل نستخرجها من أقسام النباتات المتنوعة وخصوصا العطرية اللي عندها بعض من الروائح النفاذة. طبعا عادة ما تستخرج يا من الأوراق أو الجذور أو البذور أو الزهور أو أي مكونات أخرى من النبات احنا نستخلصها ونستخدمها في أنواع الطعام المختلفة. بالنسبة لمكوناتها وقيمتها الغذائية، فنفس ما ذكرت البهارات أحيانا نستخرجها من البذور والثمار، ناخذها ومن بعد عملية الطحن نستخدمها مثل الكمون والفلفل الأسود، الشطة الحمراء، الكزبرة واليانسون، وجوزة الطيب والحلبة والليمون. في بهارات ورقية تعتمد في صناعتها على أوراق النباتات أو الزهور، الأوراق نفس النعناع، وعندنا بعد أوراق الزعتر، وعندنا الحبق والروزماري وأوراق الغار اللي نستعملها في الأطعمة. تقدرون تأخذونها جافة أو طازجة أو مطحونة. بالنسبة للبهارات الزهور عندنا مثل الزعتران وحبة البركة، وفي بهارات تنأخذ من الجذور ولحاء الأشجار اللي هي من الجذور مثل الزنجبيل والكركم وبودرة الثوم أو بودرة البصل. بالنسبة لحاء الأشجار مثال على ذلك عندنا الجرفة، هي من أشهر البهارات وعندها فوائد صحية أيضا. بنتطرق الحين للفوائد الصحية للتوابل والأعشاب وليش ضروري أن أطعمتنا تكون تحتوي على هذه التوابل والأعشاب والبهارات، لأنها عندها فوائد كثيرة في العلاج والوقاية، عشان شيء عندها قيمة مرتفعة في سوق الأعشاب والعطارين يبيعونها بشكل كبير، والموروثات الشعبية أيضا تشيد بعض أنواع الأعشاب والأبصال لأن عندها فوائد كثيرة، عندها خصائص طبية في الحماية والوقاية من الأمراض الحادة والمزمنة مثل السرطانات، لأن فيها عدد كبير من مضادات الأكسدة اللي بتحارب عندي الالتهابات. بعد عندي أنواع كثيرة من البهارات والتوابل بتسهل عندي عملية الهضم وحماية الجهاز الهضمي من البكتيريا، لأن عندها مضادات أكسدة نفس ما ذكرت تحافظ على سلامة وفعالية غشاء الخلية والأحماض الأمينية في الجسم. أحيان بخصصكم بزيادة شوي، ففي إن بعض الأعشاب تعتبر علاج لنزلات البرد والرشح مثل البابونج والزنجبيل، بالإضافة إلى أنها تحسن مشاكل الحبال الصوتية وضيق التنفس. عندي بعد أعشاب تستخدم في علاج آلام البطن مثل القرفة والميرامية، والكمون أيضا يعالج في النفخة وتشنج القولون. بالنسبة لليانسون يساهم في الاسترخاء وعنده أصلا فوائد، يحتوي على فوائد كثيرة جدا للصحة الجنسية للإناث والذكور، ويستخدم أيضا الزنجبيل في توسيع الأوعية الدموية ومحاربة التهاب المفاصل.
مكوناتها هي تحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن، وبعض البهارات تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكركم اللي تكون مضادة للالتهابات أيضا. بالنسبة للقرنفل والفلفل وغيرها من البهارات، فهي تنشط الدورة الدموية عندنا وبتخفف من ألام المفاصل والتشنجات العضلية. القرفة في دراسة أكدت أنها تخفض مستويات السكر في الدم، لأنها بتعمل عندي على إبطاء تكسير الكربوهيدرات وبتحسن عندي حساسية الأنسولين، فبالتالي بتكون معدلات السكر في المعدلات الطبيعية. الجرعة الفعالة تقريبا تكون ملعقتين صغيرة من القرفة، أقدر أحطها على الأطعمة أو أنها تكون مع الحليب وأشربها. بالنسبة للميرامية، هي بتحسن عندي، تساهم في تحسين وظائف المخ والذاكرة، والنعناع بيخفف عندي من آلام القولون والغثيان لأنه بيرخي العضلات الملساء عندي في القولون. بالنسبة للقرنفل أيضا، هو بهار معروف عندنا باسم المسمار، ويكون هو مميز لأنه عنده قدرة جميلة وعالية في محاربة الأكسدة، ويشجع استخدامه في صناعة العديد من أنواع الأغذية، ويعد أيضا مساهم في معالجة الأمراض لأنه يمتلك معدل مرتفع من المركبات الفينولية. بالنسبة للكزبرة، هي بعد نوع من أنواع الأعشاب، نستخدمها في الأطعمة وفي المعجنات، فيها مضادات أكسدة عالية. الشمر هو من البهارات العطرية ويعد من النباتات العشبية، يفضل أنه يضاف في الأطعمة لما فيه من فوائد صحية كبيرة. الكمون نفس ما ذكرت فوائده، هي من البهارات والأعشاب الصغيرة جدا، وتمتلك ورودا ملونة وزهور ذات لون أبيض، تستخدم بدورها يعطينا نكهة جدا مميزة في الأكل وذات فوائد عالية. الزنجبيل بعد من النباتات العطرية، تستخرج جذورها تحت الأرض وتستخدم بعد كتوابل في إعداد الطعام وتستهلك كغذاء. بالنسبة للزعفران، هو نوع من أنواع الزهور المجففة، تستخدم في إضافة المذاق واللون إلى الطعام، ويعد الزعفران نباتات ذات الرائحة الجميلة والقوية والنكهة المرة، ويستخدم في الطهي. الكركم من أهم البهارات، هي شجيرة صغيرة مشهورة بمذاقها الحار، لونها طبعا على الأصفر المائل على الذهبي، تستخدم في أنواع المواد الغذائية، وتحتوي على مادة جدا مهمة هي اسمها مادة الكركمين، بتساهم عندي في الوقاية من السرطانات عن طريق تثبيط الطفرات وتحسن من نشاط الإنزيمات في الجسم. ممتاز، ما شاء الله، اعطيتينا معلومات كافيه ووافيه عن التوابل والاعشاب المختلفه. السؤال الحين، هل في ناس معينه نفضل انهم ما يتناولون، ما يستخدمون التوابل بافراط، يعني لازم يخففون وايد من استخدام التوابل، فهل هناك امراض معينه تخلي الواحد لازم يخفف جدا من استهلاك التوابل؟ يمكن في وايد من الناس ما تعرف ان التوابل والاعشاب يعني تؤثر فعلا على صحتنا اذا استخدمناها بافراط، يعني ممكن تاثر على بعض الامراض، فشو اشهر الامراض اللي ياثر عليها استخدام المفرط للبهارات؟ صحيح، هو طبعا هو الافضل انه لا افراط ولا تفريط، كل من كل شيء الاتزان والمعدلات المعقوله. ينصح بعدم تناول أطعمة الغنية بالبهارات اللي هي بكميات كبيرة، وخاصة إذا الشخص يكون مو متعود على هذا النوع من الطعام، لأنه بيسبب له عسر الهضم أو اضطرابات في الجهاز الهضمي أو أحيانا مغص. وفي بعض الناس عندهم طفح جلدي أو احمرار أو حكة تصيبهم يوم يأكلون البهارات، فهذيلا يفضل أن يتجنبون البهارات. وتعتبر بعد البهارات مثيرة لحساسية العيون، فعشان شي لازم نتجنب ملامستها للعيون وغسل العين بالماء في حال حدوث ذلك. الملح يعتبر من ضمن مجموعة البهارات، وهو طبعا زيادة الملح بتؤدي إلى ارتفاع في الضغط، زيادة احتباس السوائل، فيفضل إن استخدم البهارات لكن باعتدال. في حالات بعد مرضية اللي هي عندهم مشاكل في قرحة المعدة، تهيجات في القولون، هذه يفضل إن يبتعدون شوي عن البهارات اللي هي والسبايسز اللي تكون سبايسي حارة فيها فلفل، وايد بتهيج عندهم معدتهم، فيفضل أن يتجنبون البهارات بكميات مفرطة يعني، لكن لا بأس إنه إذا في شوية. لكن اللي عندهم حساسية يفضل أن يتجهون لنكهات منكهات أشياء ثانية يعني. ممتاز، بخصوص التخزين الصحيح للبهارات، كيف ممكن نخزن البهارات عشان ما تفقد فائدتها الصحية، فائدتها الغذائية، وتتم معانا لفترة طويلة؟
بالنسبة للتخزين عشان نحافظ على نكهة وجودة التوابل وبعد فوائدها الصحية، لازم ضروري التوابل ما تتعرض للهواء ولا الضوء ولا الحرارة. عشان شي ننصح الناس أن يحتفظون بالتوابل في عبوات زجاجية محكمة الغلق وفي مكان بارد ومظلم. البارد مو بشرط أن يكون في الثلاجة، لكن يكون بعيد عن الفرن أو مناطق مثلا تميل إلى الرطوبة عشان نتجنب حدوث العفن، وأن الوعاء يكون داكن عشان يتجنب الضوء عشان نحفظ فوائدها وأن تكون طازجة. بعد نصيحة ثانية أن يحتفظون بالتوابل كاملة بدل من أن نطحنها. مثال على ذلك حبوب البن، أنك تحتفظ بنكهتها لفترة أطول من الحبوب المطحونة، فأنا أحسن أن أطحن الكمية اللي أنا بستخدمها فقط وأخزن الباقي. بعد يفضل أن أختار الحاويات التي يتطابق حجمها مع كمية التوابل اللي أنا أنوي تخزينها، لأن ملامسة الهواء بتساعد على تكثير المكونات العطرية للتوابل. فهذه أهم النقاط في التخزين الصحيح للأعشاب والتوابل. ممتاز، أنا شاكرة لك أستاذة عائشة القمزي اختصاصية التغذية بهيئة الصحة بتبين مداخلتك معانا اليوم بخصوص الفوائد الصحية للتوابل والأعشاب. شكرا لك ونهارك سعيد. السلامة. شكرا. أتمنى طبعا مع رمضان، يعني بالعادة احنا متعودين في رمضان نشتري بهارات جديدة، وتلاقون الحريم يغسلون البهارات الصحيحة في الحوش وينشفونها ويطحنونها. فمثل ما قالت أخصائية التغذية عائشة انه يفضل دائما ما نطحن كميات كبيرة، نخلي البهارات يعني الصحيحة موجودة عندنا ونطحن بين فترة وفترة. طبعا دائما لازم نغسل البهارات الصحيحة الكاملة جيدة، لأن ممكن يكون فيها غبار، ممكن يكون فيها تراب، فيجب أن تنغسل يعني تجفف بشكل سليم، وثم قالت بعيدا عن الضوء بعيدا عن الحرارة. أغلبنا أعتقد حاط البهارات من الفرن عشان أسهل الطبخ، لكن يجب أن تكون بعيدة عن الحرارة عشان ما تتأثر البهارات. إحنا نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع مميز عن خدمات مركز دبي للإخصاب، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، فموضوعنا اليوم عن خدمات مركز دبي للإخصاب. طبعا مركز دبي للإخصاب أحد المراكز المتخصصة الموجودة في هيئة الصحة بدبي، التي تم تطويرها وتحديثها مؤخرا وتزويدها أكيد بالأجهزة والتقنيات والحلول الذكية لتقديم خدمات متميزة للمرضى من خلال نخبة من الأطباء والمتخصصين والفنيين في مجال العقم والإخصاب. وطبعا موضوع الإخصاب وعلاج العقم موضوع جدا مهم، ويعني شريحة كبيرة من المستمعين والمتعاملين، كون ان يعني احد الاهداف لان الناس تتزوج ان يكون هناك ذريه ويكون في نزيد الشعب ونزيد نكبر العوائل. فوجود مركز متخصص في احدث التقنيات واحدث ما توصل اليه العلم والحلول الذكيه وافضل الاخصائيين واهم شيء افضل مختبرات. احنا استضفنا استاذة هنا قبل فترة طويلة وقالت بخصوص المختبرات المخصصة للإخصاب بتكون مختبرات غاية في التعقيد، لأن حفظ البويضات يبقى له مختبرات خاصة، درجة حرارة خاصة، تعقيم خاص، لأن هذه أشياء تكون مشهرية جدا وتحتاج ظروف معينة. طبعا ها بتكلمنا عنه الأستاذة هنا عبيط طحوارة مدير مركز دبي للإخصاب، بتكلمنا عن الخدمات وشو حققوا من إنجازات، وبتكلمنا عن المختبر أيضا الموجود في مركز دبي للإخصاب. صباح الورد أستاذة هنا. صباح النوري. هلا دكتورة. أهلا فيك، حياك الله بصحة وسعادة. يا أهلا وسهلا، يا مرحبتين. نتكلم أول شيء أستاذة هنا عن الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للإخصاب بشكل عام. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أشكركم على هاي الاستضافة من بعد فترة طويلة. وبالنسبة لمركز دبي للإخصاب مثل ما تفضلتي، هو من أحد المراكز الرائدة في تقديم الخدمات التخصصية في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب. نحن نستخدم تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، نبتعد عن استخدام كلمة عقم
لأنه حاليا ما في عقم بموجب التطور في العلم والتقديم الخدمات العلاجية. قامت التقنيات هاي تساعد الأسر إنها تنجب والحمد لله، إلا بنسب قليلة اللي هم يكون نسبة النجاح الحمل عندهم تكون معدومة لأسباب تكون راجعة إلى العينات المتوفرة لدى الزوجين. نعم. فإذا هنا لخدماتنا مثل ما أنتم عارفين نقدم خدمات العلاج الأخصاب من حيث كل العمليات سواء أطفال أنابيب أو إحمجها أو ترجيع أجنة وإلى الفحوص الجينية اللي هي تساعد على رفع نسبة نجاح الحمل، إضافة إلى خدمات مختلفة الأخصاب اللي هي تجميد الأجنة، تجميد بينات الزوج والزوجة للاستخدام المستقبلي أو على حسب وضع الحالة في حال أن تطلب العلاج أن يأجلون عملية ترجيع الأجنة، فبالتالي تم تجميدها لمدة كم شهر، وهذا يؤدي إلى إعطاء فرصة أكبر في نجاح الحمل بعد. فهذه الخدمات اللي هي نقدمها بشكل عام. إذا جينا لنسبة نجاح الحمل من خلال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب هي تفوق النسب العالمية. نحن عندنا مؤشرات أداء راقب فيها نسبة نجاح الحمل في عدة محاور بنتطرق لها بعد ما نتكلم عن المختبر إن شاء الله. ممتاز. أستاذة هنا نتكلم الحين عن المختبر، الأجهزة، التقنيات الموجودة والكادر الموجود في مركز دبي للإخصاب اللي ما شاء الله يحقق كثير من الإنجازات مثل ما قلت يرفع نسب نجاح الحمل، فنتكلم عن هذا خصوصا مثل ما قلنا المختبر اللي أنت وايد تكلمتي عنه من قبل، إيش كثر هو مختبر متخصص في تقنيات عالية؟ طبعا بناء على خطة هيئة الصحة الاستراتيجية المنبثقة طبعا من سياسة وخطة إمارة دبي، تم إنشاء مركز دبي للأخصاب الجديد كنوع تطويري من حيث أنه يقدم خدمات بمستوى متوسع ومستوى أعلى بناء مقارنة بالمستوى السابق، من خلال بناء صرح كبير تم تزويده بجميع المستلزمات الإلكترونية أو الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة على مقدمي العلاج من أطباء وفنيين. فإذا ركزنا على مركز دبي الأخصاب من حيث المختبر، تم إعداده بشكل كبير، الهيئة سوت برنامج لتركيب الأجهزة وتزويده بأحدث وأعلى التقنيات المتوفرة على مستوى العالم. على سبيل المثال نذكر بعض الأجهزة اللي هي نستخدمها بشكل كبير في تطوير نمو الأجنة، تايم لاب انكوبيتر، هذا جهاز تم إدخاله جديد في عام 2020-21 بعد افتتاح المركز. هذا الجهاز هو عبارة عن حاضنة متطورة تستخدم تقنية التصوير بالفاصل الزمني ومزودة بكاميرات لالتقاط صور متقطعة للأجنة خلال فترة النمو، مقارنة بالأجهزة السابقة اللي هي كانت تتطلب أن الفني أو أخصائي علم الأجنة يتدخل في مراقبة تطور النمو بشكل مانيوال. أما الآن من خلال الجهاز هذا يسهل على المقدمين الخدمة في أنهم يراقبون تطور الأجنة، وهذا يزيد من فرصة تحسين تقييم الأجنة ويرفع من نسبة نجاح الحمل، إضافة إلى بعض الأجهزة اللي هي ساعدت على أن نحن نراقب مستوى أداء الأجهزة على مدى مدار الساعة 24 ساعة لمدة 7 أيام بتركيب جهاز اسمه Continuous Monitoring System. هذا هو نظام إلكتروني يراقب الأجهزة الحساسة على مدار الساعة بحيث أن نحن نضمن ما يكون في عندنا عطل لا سمح الله أو انقطاع في الكهرباء أو يأثر على الأجنة اللي هي محفوظة عندنا في الحاضنات، فبالتالي هذا يرفع من نسبة الحذر والأمان للعينات المتوفرة في المختبر. الجهاز الثالث الجديد اللي تم إدخاله في المركز إلكترونيك ويتنس سيستم، هذا نظام إلكتروني لمتابعة تتبع العينات وتحديد هويتها إلكترونيا
قبل كانت تطابق اسم الزوج واسم الزوجة والعينة للزوج أو العينة للزوجة من خلال أخصائي علم الأجنة، ويكونون ثلاث موظفات يسوون تطابق للأسامي بحيث نضمن عدم وجود أخطاء. حالياً النظام الإلكتروني هذا يؤكد ويساعد على أن العينات كلها تتبعها وتسلسلها على مراحل التلقيح في المختبر اللي هي متعددة تراقب بشكل إلكتروني وتسجل بشكل إلكتروني في النظام المعمول به في الهيئة اللي هو سلامة، إضافة إلى النظام الخاص بنا نحن كمركز أخطاء بحكم نوعية الخدمات اللي نقدمها وبشكل فريد من نوعه على مستوى الهيئة، فبالتالي ساهمت الهيئة في دعم المركز بتوفير برنامج إلكتروني نخزن فيه كل النتائج ومراحل تطور نمو الأجنة في المختبر، وأطلقناه من ثلاث سنين تقريبا اسمه برنامج بشرة، وهذا ساهم بشكل كبير في أن مستويات المؤشرات الأداء عندنا تكون بشكل أسهل أن نحن نكتسبها، فهذا ساهم في أن تسهيل تحليل البيانات للطاقم الطبي والطاقم الفني بما يتماشى مع تطوير إجراءات العمل. فعلى سبيل المثال إذا ذكرنا الKPI أو مؤشرات الأداء اللي نستخدمها من هذا البرنامج، تحتسب لنا مؤشرات الأداء بناء على الفئات العمرية، وهذا له دور كبير في نسبة نجاح الحمل، إضافة إلى المحور الثاني اللي هو نوع العملية، المحور الثالث نوعية العينة أو أنها تكون ماتيور أو لا اللي هي البويضة. فعلى سبيل المثال عندنا بما يعادل 21% من مرضانا يكونون أقل من 30 سنة، نسبة نجاح الحمل عندهم 68%. 24% من مرضانا يندرجون في الفئة العمرية ما بين 30 إلى 34، أنا أعطيك أمثلة بس كيف إحنا نحسب مؤشرات الأداء عندنا. ونسبة نجاح الحمل صحي 64 بشكل عام، بس داخلياً نحن لا ننظر لها بعدة اتجاهات مثل ما ذكرت، اللي هي أهم شيء الفئات العمرية. فالفئة العمرية اللي هي الثالثة بنسبة 15% ما بين 35 إلى 40%، 40 سنة تتفاوت نسبة نجاح الحمل من 56 إلى 69، يعتمد على المرحلة العلاجية يعني نوعية البويضة في تلك المرحلة. عندنا احنا نعالج طبعا لين فوق 43 سنة، فعندنا نسبة ما يعادل 13% من مرضانا يندرجون في هذه الفئة اللي هي ما بين 41 إلى 43، تتفاوت نسب نجاح الحمل ما بين 50 إلى 75 لهذه الفئة. ليش؟ لأن نسبة إنتاج البويضات تكون أقل، فبالتالي يتطلب إعادة الدورة كذا 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 مرة، الدورة العلاجية إلى ما يوصل محصول البويضات للمستوى المطلوب، فبالتالي هذا يساهم في رفع نسبة نجاح الحمل. علشان شيء اللي هم عمارهم 43 ممكن نشوف إنهم نسبة نجاح الحمل عندهم 75%. فهذا يعني إنجاز إحنا نشوفه جدا كبير، بس يتطلب يعني صبر من قبل الزوجين وصبر من قبل المقدمين الخدمة. يعني هاي المحاولات ما تخلص في شهر وشهرين، تمتد على مدى سنة، لأن على مدى كل شهرين تعاد المحاولة. علشان في يعني نحن شوي علاج عندنا لأن معقد، يتطلب طول مدة لتقديم الخدمة. طبعا هذا يفرق من فئة لفئة. بالنسبة لنسبة نجاح الحمل، المؤشر الثاني اللي هو احنا نركز عليه نوعية التقنية اللي يتم استخدامها. طبعا تفرق من دورة علاجية لدورة علاجية، فعندنا خمس محاور في هذا الموضوع، عندنا أطفال أنابيب، عندنا تلقيح مجهري، عندنا سبلت يخلطون ساعات تقنية الأطفال الأنابيب التلقيح المجهري في المختبر، بحيث أن أدت هاي إلى أن وجود حاجة من بعض المرضى
ان يسووا لهم دمج في التقنيتين، وادى الى يعني نتائج حلوه، اضافه الى ترجيع الاجنه المجمده نسبتها عاليه، والبويضات المجمده بالتلقيح المجهري نسبتها عاليه. فعلى سبيل المثال اذا ذكرنا اطفال الانابيب، انا اتكلم عن 2021 نسبه نجاح الحمل مال 2021 سجلنا 58% المعدل على السنوي، التلقيح المجهري 50%، السبلت اللي هي دمج التقنيتين معا 44%، ترجيع الأجنة 69%، المجمدة الأجنة المجمدة اللي هي مضى عليها كم شهر أو كم سنة بحيث أن تم اتخاذ القرار بترجع إرجاعها، البويضات المجمدة اللي كانت مخزنة بشكل مسبق وتم تلقيحها بعينة الزوج بتقنية التلقيح المجهري بنسبة 67%. فمع تطور العلم الطاقم الفني والطبي يركز على التجميد أكثر من أن يكون فريستايكل. قبل كان فريستايكل يعني على طول يسحبون البويضة ويرجعونها بعد 3 أيام، الحين لا، قام مع تطور العلم يستنتجون أن التجميد يحسن من نسبة نجاح الحمل، فبالتالي كل مؤشرات الأداء هاي يتم نقوم بتحليلها على مدى 3 شهور، وبناء عليها يتم وضع خطط العمل التطويرية. ممتاز. أستاذة هنا لو نتكلم عن الإنجازات الاعتمادات اللي خذها مركز دبي للإخصاب في الفترة اللي طافت، أو أي شيء حتى مخططين له في عام 2022؟ طبعا من 3 سنين احنا حصلنا على الاعتماد الدولي اللي هو في مختبر الأجنة، اللي هو مش شبيه بالCCI معاييره تغطي العيادات الخارجية، لا، هذا يغطي معايير فوق 220 معيار يغطون كيفية التعامل مع العينات البشرية في المختبر وتقديم الخدمة العلاجية. فبالتالي احنا حصلنا على ما شاء الله يعني أعلى نسبة اللي هي نسبة الدايموند يسمونها، هم عندهم 3 فئات هاي المتخصصين في تقييم مختبرات الإخصاب، عندهم الفئة البرونزية والفئة الذهبية والفئة في الألماس. احنا حصلنا على أعلى فئة اللي هي الفئة في الألماس بنسبة 99 يعني قريب 100%. فمن ضمن هذا البرنامج يعاد تقييم المكان اللي حصل على هالشهادة بعد 3 سنين. خلصنا احنا من أسبوعين التقييم المبدئي كنوع تجهيزي تجريبي، وإن شاء الله على شهر نهاية شهر 4 بعد رمضان بإذن الله بيكون التقييم الرسمي لتجديد اعتمادية المركز، مختبر مركز بيل الأخصاب من الجهة الكندية. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة هناء طحوارة مدير مركز دبي للإخصاب، وشكرا مداخلتك معنا اليوم بخصوص خدمات المركز. ما شاء الله كفيتي ووفيتي، ما شاء الله مركز رائع. بس بذكر المواليد إذا ممكن. تفضلي. أكيد تفضلي. آخر 3 سنوات تم تسجيل 325 مولود، منهم 212 بس من مبادرة أمل مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. جميل. ونحن سعيدين بهذا الإنجاز لأن وصل مواليد مكرمة الشيخ محمد لعلاج المواطنين في مركز دبي الإخصاب إلى 506 طفل. طبعا هذا موجب آخر مواليد في شهر 6/2021، فنحن نتوقع ارتفاع في عدد المواليد إن شاء الله بعد رمضان، بنعيد الاتصال بالمرضى وبنوثق العدد، فإن شاء الله يكون وصل 600 إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يوصل 600 إن شاء الله ويزيد بعد، ونتريى منكم مزيد من الإنجازات إن شاء الله في تحقيق حلم الحمل لكثير من الأزواج بفضل الله وفضل التقنيات الموجودة في مركز دبي للإخصاب. شكرا لك أستاذة هنا وجودك معنا اليوم، وإن شاء الله نطلع نستقبلك في صحة وسعادة أكثر ونستضيفك معنا عشان تكلمين عن المركز بإذن الله. يومك سعيد. شكرا لك، نهارك أسعد. مثل ما ذكرت أستاذة هنا عن خدمات مركز دبي للإخصاب والتقنيات الموجودة والمختبر، مثل ما كنا نقول قبل اللقاء هذا إن ليس من السهل التعامل مع العينات البشرية بهذه الدقة، تحتاج
مختبر متخصص جدا جدا جدا، حتى الكادر اللي يتعامل مع العينات يكون كادر مدرب على يعني نسبة على مستوى عالي من التدريب للتعامل مع العينات البشرية، كيفية حفظها، كيفية تجميعها وغيرها. فما شاء الله يعني نفخر نحن في هيئة الصحة بدبي وجود مركز متخصص مثل مركز دبي للإخصاب اللي يحقق حلم الحمل لكثير من الأزواج اللي يعانون من صعوبات في الحمل لسبب أو لآخر، مشاكل صحية، ضعف بويضات أو غيره. فمركز دبي للإخصاب إن شاء الله يقدم هذه الخدمة الجميلة لأي حد يفكر أو يجد صعوبة في الحمل بطريقة طبيعية. طبعا هيئة الصحة بدبي فيها أكثر من مركز متخصص، عندنا مركز دبي للإخصاب هو مركز متخصص، عندنا مركز دبي للسكري مركز متخصص، وعندنا مركز دبي للتبرع بالدم. بما نذكر مركز دبي للتبرع بالدم، نشجع الجميع أنهم يتبرعون بالدم بشكل دوري. طبعا رمضان جاي وقد يكون من الصعب علينا نحن المسلمين يعني نحن نسينا تبرع بالدم خلال شهر رمضان الكريم، خصوصا فترة النهار نحن نكون صيام صعب جدا نتبرع بالدم. فأنا أشجع الجميع يتبرعون بالدم قبل ما في شهر الصوم، وفي شهر الصوم يحاولون قدر الإمكان يتبرعون بعد الفطور. المركز يكون مفتوح، ممكن تتبرعون بالدم بعد ما نكون فطرنا، يعني مثل ما نقول جرحنا صيامنا، نخصص وقت نحن نسير نتبرع بالدم، لأن طبعا التبرع بالدم مهمة إنسانية، ننقذ حياة أكثر من شخص ترى. الشخص اللي يتبرع بالدم ينقذ حياة أكثر من شخص، سواء باستخدام بلازما، الخلايا الدموية، الدم كامل وغيره، أو الصفائح. فهذه رسالة لأي حد يمكن كان يتبرع قبل ووقف يتبرع لأي سبب من الأسباب، أو شخص أنه ما تبرع عمره بالدم. فهذه رسالة لكم أنكم تتبرعون بالدم، ترى الإجراء جدا سهل وجدا بسيط، تسجلون عن طريق تطبيق هيئة الصحة، تروح يطلع لكم الكيو آر كود هذا، تروح هناك تسوون لسكان وتدخلون. الإجراء كله يمكن على بعض يمكن 20 دقيقة يمكن تاخذون وقت، لكن هذه 20 دقيقة تخصصونها من يومكم عشان تتبرعون بالدم تنقذ حياة كثير من البشر. ودائما نقول لا بديل للدم البشري، بمعنى إذا الإنسان كان عنده عملية، كان في حادث واحتاج إلى نقل دم، ما في بديل لنقل الدم غير الدم البشري. فهذه اللي يسمعنا اليوم، هذه رسالة، هذه يعني رسالة لك أنك أنت تتبرع بالدم. احنا وصلنا الى ختام برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، ان شاء الله نكون خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية، كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الإذاعية هذه، وناقشنا من خلال المواضيع تهمكم. واذا في اي موضوع حابين نناقشه في البرنامج، كل اللي عليكم تتواصلون معنا عن طريق رسائل النصية. عبد الرحمن الحصي صبح عليكنا بالخير، صباح الخير اخوي عبد الرحمن، وشكرا لتواصلك الدائم. رسائل النصية تواصلوا معنا عن طريق الهاتف خلال البرنامج، وبناخذ المواضيع اللي أنتوا حابين نطرحها، وإن شاء الله نستضيف الضيوف عشان يتكلمون في هذا الموضوع. فإلى أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة